أهلا بكم من جديد. 20 عاما على آخر كأس آسيوية للشباب حققها المنتخب السعودي وفي الإمارات أيضا التي تقام فيها البطولة المقبلة بعد أسبوعين. قبل أن أستقبل ضيفي القادم خالد الدغيثر يذكر بالتاريخ الأخضر الشاب. كأس آسيا للشباب بطولة عرفها السعوديون لأول مرة عام 77 حين شارك المنتخب الأخضر بالمسابقة التي أقيمت حينها في إيران وخرج من الدور ربع النهائي أمام البحرين بركلات الترجيح، وهو ذات الدور الذي أنهت به السعودية مشاركتها في بطولة 78 في بنغلاديش على يد العراق بهدفين لهدف. بعد ذلك غابت السعودية عن بطولتي 80 و82 في تايلاند، عادت بعدها في بطولة عام 85 في الإمارات والتي أقيمت بنظام النقاط ونال الأخضر الوصافة بعد الصين. 86 كانت سنة أولى الألقاب السعودية بعد الفوز على البحرين بهدفين نظيفين، وذلك في البطولة التي استضافتها الرياض، وعادت بعدها للغياب في نسختي 88 في قطر و90 في أندونيسيا قبل أن تعود في 92 بالإمارات وتتوج باللقب بعد الفوز على كوريا الجنوبية بهدفين دون مقابل. مرة أخرى نسختان متتاليتان دون مشاركة سعودية في أندونيسيا 94 وكوريا عام 96، وفي 98 عادت السعودية للمشاركة في تايلاند، خسرت في نصف النهائي أمام اليابان 4-2 قبل أن تحصد المركز الثالث على حساب كازاخستان 3 مقابل هدف. غاب المنتخب السعودي في مطلع القرن الجديد في إيران، وعاد في 2002 بقطر متوجا بالمركز الثالث على حساب أوزبكستان 4 دون رد. لم يشارك في 2004 في ماليزيا، وفي الهند 2006 خرج المنتخب السعودي على يد اليابان في ربع نهائي بهدفين لهدف، وهو ذات المصير الذي تلقاه في 2008 عندما استضافت السعودية البطولة ولكن على يد الإمارات بهدف دون مقابل. أما في آخر مشاركة عام 2010 في الصين فخرج خالي اليدين على يد أستراليا في نصف النهائي بهدفين نظيفين. المحصلة حضرت السعودية في 8 وغابت عن 7، حققت لقبها مرتين ولم تعرف الخروج من دور المجموعات، حيث خرجت من ربع النهائي 4 ومن نصف النهائي 2. الأسبوع المقبل نسخة جديدة من البطولة وهذه المرة في الإمارات، فماذا سيحقق المنتخب الأخضر الشاب؟ السعودية إذن في الإمارات تعود بعد لقب 92، تعود مرة أخرى للعب في الإمارات، ربما تكون فعلا حسنا على الأخضر. في الاستوديو الآن يلتحق بنا المدرب الأسباني سيرخيو أنتونيو مدرب منتخب السعودية للشباب. أهلا بك كابتن، شكرا لحضورك. شكرا. يعني كابتن أريد أن أسأل أولا، هذا المنتخب السعوديون يعني يحملونه آمالا كبيرة لأنه منتخب يضم الكثير من اللاعبين المميزين على حد علمهم، أول منتخب سعودي شاب تحت 19 عاما وفيه لاعبين يلعبون في الفريق الأول في الدوري السعودي، منذ سنوات لم يحدث هذا. أريد أن أسألك أولا، هل يضعون آمالهم السعوديين في مكانها الصحيح أم أنهم يبالغون في الأمنية؟ Bueno, en primer lugar, pues me alegra muchísimo de que el equipo pueda generar. حسنا أولا أعتقد شيء يسعدني إن الفريق يتحسن بشكل ملحوظ، وده شيء جيد بالنسبة لكرة القدم السعودية. حقيقة الأمر إن في تطور ملحوظ في مستوى الأداء بالنسبة للاعبين مؤخرا، وبالنسبة للأداء الفني اللي بتطلب أعلى أداء فني اللي جئنا من أجله، سنحاول نعرف ما هو مكاننا بالضبط من الأمال أو من المركز أو المكان التي سنكون عليها نطمح إليها. كنا في مرحلة تقييم الفريق في مرحلة سابقة، وأهم شيء بالنسبة لنا كان نشوف مستوى المتنافس بالنسبة لي الفريق الحالي. جميل. طيب على مستوى التحضير، البرنامج المعد لهذا المنتخب برنامج كبير طويل عميق، خلينا أقول لعبت بهذا المنتخب في بطولة 23 وفزتم بالبطولة، وهذا الشيء لا يحدث دائما حتى على مستوى العالم كله، بطولة أولمبية يفوز فيها فريق منتخب شاب. أيضا فترات طويلة حضرتم هذا المنتخب، قياسا بالتحضير وقياسا بالمنافسين الذين ستواجههم في الإمارات، كيف ترى الحظوظ؟
Pues bueno, hemos tenido una preparación larga. صحيح ان كان الاعداد طويل كما ذكرت، كان تقريبا بحوالي 4-5 شهور. Primera etapa de análisis, ¿no? واحنا في مرحلة حاليا كانت مرحلة في مرحلة تحليل وتقييم. كان أهم شيء بالنسبة لنا هو إرساء نموذج اللاعب أو فلسفة اللاعب خاصة بنا مع اللاعب السعودي، ومن الجدير بالذكر أن اللاعب تكيف بشكل ممتاز مع اللاعب السعودي بشكل عام، ولكن ده لا، هذا لا يعني أن الثمار ستأتي سريعا أو ستأتي قريبا. أهم شيء بالنسبة لنا هو العمل مع اللاعبين. نحن في تطور مستمر كما ذكرت، في هناك بعض التفاصيل أو النقاط البسيطة اللي بتحسم المباريات لصالحنا أو لصالح الخصم طبعا. جميل. ولكن أهم شيء هو كما ذكرت الإعداد أو المستوى التنافسي وبث الروح التنافسية. جميل. في نفوس اللاعبين. جميل. أريد أن أسألك أيضا، قرأت أنا تقرير في الصحافة الإماراتية قالت بأن المنتخب السعودي، هذا المنتخب السعودي سيكون من يحمل راية غرب آسيا تجاه منتخبات الشرق. من ينافسك من الشرق؟ هم يسلمون بأنك بطل غرب آسيا، لكن الشرق لا يسلمون بذلك. نعم. Bueno, pienso que la palabra campeón pues engloba una serie de acontecimientos. أعتقد أن كلمة البطل هذه طبعا لا تأتي بسهولة، هي تأتي عن طريق التحضير المتواصل، وأتمنى أن أكون أبطال طبعا في هذا الفريق. بالنسبة لي الشباب الصغار هم أبطال على مستوى فريقي، على الأقل بالروح التي ظهروا عليها مؤخرا، روح العمل والتضحية. عندما أتحدث عن التضحية هذه على مستوى الفرق كل، ومن أهم هذه من أهم النقاط اللي بتؤدي إلى تطور أو زيادة مستوى الأداء بالنسبة للفرق. جميل جميل. يعني الكرة الأسبانية هي الكرة السائدة الآن في العالم، في كل العالم. يعني إذا لعب منتخب أسبانيا يجتذب الناس للمشاهدة، إذا لعب برشلونة يجتذب الناس، إذا لعب ريال مدريد يجتذب الناس للمشاهدة، في كل مكان في العالم هي الكرة المتصدرة للمتعة خلينا نقول في العالم. أنا شاهدت ملاحظتي الشخصية، ولست رجلا فنيا، ولكن مشاهدتي الشخصية أنه في منتخب الذي لعب في قطر وفاز بالبطولة الأولمبية الخليجية كان لديه ميزة لم أرها في اللاعبين السعوديين من قبل، كان يلعب الكرة السهلة السريعة. اللاعب السعودي دائما يريد أن يبدع، يري الناس مهاراته، لكن هذا الفريق كان يلعب الكرة السهلة كتيم كفريق. ماذا فعلت في هذه المجموعة لكي يعني تحقنهم بهذا الـ 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 بهذا الاتجاه يعني؟ حسناً، أولاً هو استغلال المهارة التي ذكرتها من اللاعب السعودي، المهارة الفطرية، وإضافة بعض العناصر اللي عن طريقها نحصل على أفضل أداء. كرة القدم هي رياضة جماعية، ولابد من التركيز على مفهوم اللعب الجماعي وليس اللعب الفردي. حاولنا إرساء نموذج أو فلسفة اللعب الخاصة بنا، واللاعبين متعبين جدا متكيفين مع هذا النموذج، خاصة من الجانب التكتيكي اللي نبغى تحقيقه أو نريده. جميل. وأعتقد أنه في أداء جيد الآن. تريدهم أن يكونوا مثل ريال مدريد أو برشلونة؟ أتمنى نحصل على الهجوم، هجوم في واحد من الفريقين، والهجوم المضاد أو الهجوم العكسي في الفريق الثاني. بس أعتقد أن يعني لابد يكون لنا أسلوبنا الخاص والأسلوب السعودي. ماذا سيحدث للمولد وبصاص؟ تحتاجهم، والاتحاد والأهلي يحتاجهم أيضا في مباراة الإياب وفي نهائي الدوري الأبطال آسي. كيف ستعالج المشكلة؟ ستلعب أول مباراة قبل نهاية دوري الأبطال أنت. مبدئيا أعتقد على معلوماتنا اللاعبين سلتحكم بالمعسكر بعد المباراة القادمة. أكيد ما في شك من أهمية اللاعبين الاثنين بالنسبة للفريق، بيضيفوا أشياء كثيرة للفريق طبعا. لكن بالنسبة طبعا للمباراة النهائية أكيد سنفقد واحد منهم الاثنين حسب الفريق المتأهل. نعم.
ولكن لا يعني لا ما اتمنى ان تاثير لاعب وغياب لاعب حتى ولو كان مهم على الفريق يكون تاثير كبير، لان الفريق الى الان مركز على اللعب الجماعي كما ذكرنا، ودور كل لاعب في الفريق لا يقل عن اللاعب الاخر. والى الان الى اللحظه هذه ما كتبنا القائمه النهائيه لكاس اسيا. مشاركين. اعتقد انك تتمنى ان الاهلي يتاهل للنهائي لانه بصاص عنده 3 بطاقات ولن يلعب معك المباراه الاولى، صحيح؟ حقيقة الأمر أن اللاعبين عندهم بطاقات ولن يلعبوا المباراة الأولى، مباراة ضد سوريا، مباراة 4 نوفمبر. ولكن زي ما ذكرت إلى الآن ما في قائمة نهائية لم تعد، ولكن أكيد دورهم هيكون مؤثر وهيضيف أشياء كثير للفريق، لأنهم من اللاعبين اللي سنعتمد عليهم الفترة القادمة. تعرف أنت صالح الشهري مهاجم برمارة البرتغالي قبل أن يذهب إلى البرتغال، تعرفه بعد أن عاد الآن وهو موجود معك في المعسكر هنا في دبي، كيف تراه؟ هل تغير فعلا؟ هل رأيت لاعب متغير استفاد من التجربة الأوروبية أم لسه يعني بدري حتى الآن؟ في حقيقة الأمر إن لم كنت أعرف اللاعب قبل تجربة الاحتراف في البرتغال، وهو يعتبر آخر لاعب التحق بالفريق. جاء في لياقته البدنية جدا ممتازة، مستوى المحاسبة المحاسب نفسه في مستوى الأداء عنده قوي، وهو جنبا إلى جنب مع المهاجمين الموجودين. عندنا أكثر من مهاجم، أعتقد أن اللاعبين يمثل خطورة على الفرق يعني نفسه. يعطيكم دافع وسمعة جيدة وقوة بالسمعة، خلينا أقول قبل أن تواجه المنتخبات، أن يكون لديك لاعب محترف في الدوري الأوروبي ويلعب لمنتخب شباب. بالنسبة لك أنت كمدرب كيف تنظر لهذه القيمة؟ مما لا شك فيه أنها الخبرة اللي اكتسبها اللاعب على المستوى الأوروبي ستضيف إليه الكثير، ولكن المشاركة في المنتخب طبعا المشاركة في المنتخب تختلف، التمرين اليوم المتواصل، ولكن أكيد هو نفسه كعنصر مكسب بالنسبة للفريق لابد يساعد زملاء الآخرين الذين لم تسبق لهم تجربة الاحتراف الخارجي، وأعتقد أنه فعلا بيضيف الأشياء كثيرة جيدة للفريق. طيب خلينا نتكلم، أبغى أسمع منك تجربتك في الكرة السعودية، لأن قضيت وقت ممتاز تابعت مباريات الدوري الناشئين والشباب والفرق الأولى في السعودية الدرجات الأولى. أعطيني تقييمك للكرة السعودية، هل فعلا هي تمر بانحدار شديد في مستوى في عدم وجود مواهب، أم أن مشاكلها فقط هي إدارية في القدرات الإدارية؟ أعتقد 5 شهور اللي فاتت كنا في دول مختلفة، وكنا في مرحلة تقييم فعلا كما ذكرت وتحليل ومشاهدة للدوريات المحلية المقامة في السعودية، لكن أعتقد أن في فعلا نية للتحسن واهتمام كبير بتحسين الأوضاع الرياضية في المملكة العربية السعودية. وما أفهمه معي تماما أن في الجانب التخطيطي البرنامج الرياضي لكرة القدم السعودية برنامج جدا ممتاز الفترة القادمة المعد التخطيط، وفي مشروع طموح أعد من قبل الإدارة الفنية والإشراف الفني على المنتخبات، وضعت أهداف على تحديدا على الأجل المتوسط والأجل البعيد والأجل الطويل، وأعتقد في رأيي الشخصي يعني ده كما ذكرت ممكن يعيد فعلا الكرة السعودية إلى أوضاعها ولكن على المدى الطويل. كيف ترى المواهب؟ هل فعلا المواهب موجودة؟ ماذا ينقصها؟ صحيح أني جئت من كرة القدم الإسبانية، من عالم كرة القدم مختلف، وبصراحة شديدة أعتقد أن عندنا هنا في السعودية لاعبين كثر عندهم القدرة على أنهم يلعبوا في الدوري الإسباني بدون أي مبالغات. صحيح البعض منهم يحتاج إلى الوقت للنضج الفني، ولكن المهارة مهارة عندهم المهارة، وأبهرني كم اللاعبين المهاريين الموجودين في المملكة العربية السعودية. هل تتلقى الدعم المنتظر من إدارة المنتخبات السعودية في برنامجك ومشاركتك هذه كمدرب؟
تحدث عن برنامج الإعداد وتحدث عن برنامج البطولة أيضا، هل تلقيت فعلا الدعم المناسب لك كمدرب؟ صحيح أني تلقيت الدعم فعلا كما ذكرت. احنا في مرحلة مفترق طرق، مرحلة إعدادية مهمة جدا. الفترة هذه اللي فضلنا أيام قليلة قبل بدء البطولة كأس آسيا، وما ذكرت من الدعم، حصلنا على الدعم الكامل الكافي على أساس عزل اللاعبين عن أي مشكلة، ويكون التركيز منصب فقط على العمل الفني. صحيح أن أي فريق عمل لابد يكون في يمر بمشكلات، ولكن أي مشكلات سنتغلب عليها من الجانب الفني والإداري. في البطولة المقبلة بعد أسبوع هنا في الإمارات، بماذا تعد 20 عاما من الغياب عن هذه الكأس عن السعودية؟ أنا أعتقد لو عندنا شيء من الصبر مع هؤلاء اللاعبين سيعطونا الكثير من السعادة، سيفرحوننا بالفعل. أنا أتحدث عن الأجل المتوسط والأجل الطويل والبعيد. مهم جدا في هذه البطولة أنها تضعنا على الطريق الصحيح للمنافسة. أولا تعلمنا بمستوانا حقيقي، ثم المستوى الدولي، التنافس الدولي الذي هو له الأولوية فيما بعد. وأعتقد بالصبر الفريق سينمو ويتطور كثيرا. تأكد بأن هناك الكثير من المنتظرين والمترقبين لعملك، لأنها فعلا ستكون قاعدة للمنتخبات السعودية المقبلة. شكرا جزيلا الكابتن سيرخيو أنتونيو، مدرب منتخب السعودية للشباب الذي يستعد للمشاركة في كأس آسيا بعد أسبوع في الإمارات. شكرا كابتن. شكرا. في المقارنات التي نقدمها عن أبرز الفاعلين في ديربي جدة القاري اليوم، تقدم ديما محمد السائح رصدا للحارسين مبروك زايد وعبد الله معيوف. ولا يتحدث أو خير من يتحدث عن الحراس هو حارس سابق ينضم إلينا الآن من الرياض، دكتور تركي العواد الحارس السابق لفريق الهلال. أهلا بك كابتن. تميل أنت أكثر كحارس، خلينا نتكلم عن الذوق الآن بعيدا عن الفن، ذائقتك تميل للمعيوف ولا المبروك؟ والله أميل أكيد لمبروك زايد أكثر طبعا. طيب كابتن، المقاييس أو المعايير اللي وضعناها طبعا أغلبها كانت من عندك أنت، وترتيب التقرير كان بينك وبين ديما اليوم، كرات عرضية، تسديدات مباشرة، انفرادات،
الحارس عندما يتحول إلى ليبرو أو مدافع متأخر. طبعا مدافع متأخر ما طلعناها في التقرير لأن كانت حالة واحدة لعبد الله المعيوف وكان ممتاز فيها، لكن الكرات العرضية المعيوف طلع في 6 وأخطأ واحدة أو كرتين، مبروك زايد طلع في 5 ولم يخطئ ولا واحدة، تسديدات المباشرة كلهم وقفوا، مبروك تلقى 6 تسديدات ووقف أمامها كاملة، 5 تلقاها المعيوف وتسجل هدف في مرمى، الانفرادات كل واحد منهم تلقى انفرادين وكلا الانفرادين تمكن منهما. كيف تقيم وفق هذه المعايير؟ صحيح. من قاد فريقه؟ قبل المعايير خليني أتكلم أول شيء عن مبروك زايد. أنا أعتقد أنه مبروك زايد قدم في المباراة مستوى جدا جدا كبير، كان هادئ في المباراة رغم أنه كان في ضغط ترى نفسي كثير على مبروك. نعم. أكثر من عبد الله المعيوف. ليش؟ لأنه تسجيل هدف في فريق الاتحاد يصعب المهمة بشكل كبير، لأنه نادي الاتحاد يلعب على أرضه، والأهم كان والخطة الأساسية لنادي الاتحاد أن لا يسجل في مرمى هدف، لأنه هذا. نعم. سيصعب المهمة في مباراة الإياب. لذلك كان مبروك هادئ في المباراة، أعجبني خبرته، استخدم خبرته بشكل كبير، وكان في يعني كل مراحل المباراة مركز بشكل كبير، كان ردة فعلة عالية. في المقابل عبد الله المعيوف يعني فاجأني صراحة في المباراة بثقته العالية في نفسه، رغم أنه لأول مرة يلعب في مباراة بهذا المستوى، هو الحارس الثاني في. نعم. الأهلي، نعرف أنه هو الحارس الاحتياطي لياسر مسيليم، إلا أنه لعب مباراة كبيرة وكان واثق في نفسه وقاد فريقه بشكل كبير إلى يعني صحيح أنه خسر 1-0 ولكن كان ممكن نتيجة. جميل. تكون أكبر بكثير من 1-0. نعود للإحصائيات، خلينا نقول التسديدات المباشرة. نبدأ بالتسديدات، هو المعيار كابتن. تسديدات مباشرة طبعا عبد الله المعيوف تسدد على مرمى 11 كرة، كان في الموعد في 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 تقريبا 9 كرات، كرتين فقط هي اللي فاتت المعيوف، الأولى طلعها كامل المر من وسط. نعم. المرمى، والكرة الثانية. نعم. اللي دخلت في المرمى سجل. واعتقد انه ما يتحمل هدف بأي يعني بأي مقياس، لا يتحمل عبد الله المعيوف الهدف. طيب. لأنه حتى كان هو ممكن يعني يساعد في إنقاذ الهدف، ولكن كامل المر اللي أنقذ الهدف. جميل. هو من ساهم في تسجيل الهدف. طيب. في المقابل يعني مبروك زايد 6 هجمات على مرماه، كان يعني في أحسن حالاته، أنقذ انفراد 6 تسديدات على مرماه، كان في أحسن حالاته، كان موجود في تقريبا جميع الهجمات اللي موجودة. جميل. وكان تركيزه العالي وردة فعله أنا أعتقد أنه يحسد عليها ما شاء الله، يعني لا نعطيه عين. جميل. بالنسبة. طيب. للكرات العرضية 4 لمبروك زايد مقابل 5 لعبدالله المعيوف. طبعا مبروك زايد كان عنده واحدة فقط اللي ما تعامل معها بشكل جيد، وكان فيه أيضا مضايقة من المدافعين وأيضا المهاجمين في هذه الكرة. جميل. لكن جميع الكرات العرضية الأخرى تعامل معها بشكل جدا رائع. طبعا الكرات العرضية عشان يعني الجمهور يعرف من أصعب الكرات، يعني الناس يعتقدون أن التسديد من خارج 18 أو الانفراد أصعب على الحارس، الكرات العرضية هي أصعب الكرات لأنها تحتاج لقرار سريع. جميل. سرعة، أيضا ثقة في النفس، ويعني تعامل مع الكرة بشكل سريع. أنا أعتقد أنه مبروك نجح فيها أكثر من عبد الله المعيوف. التوقيت في الخروج كان عنده جيد، كان جيد. عبد الله المعيوف كان عنده سوء في التوقيت، في كرة كاد يسجلها نايف هزازي في الشوط. نعم. الثاني ما كان موفق فيها، ولكن بشكل عام كان موجود، طلع في أكثر من كرة مع محمد نور، أعتقد أنها كانت جدا ممتازة. طيب. كابتن الانفرادات، اشترك مع محمد نور بقوة ولكنه اتخذ القرار. الانفرادات طبعا احنا عندنا انفرادين واحد لمحمد نور في نهاية الشوط الأول. نعم. تعامل معها عبد الله المعيوف بشكل جدا رائع، كان ثابت، تمركزه جدا ممتاز. طبعا محمد نور سهل شوي من مهمة عبد الله المعيوف، يمكن لو سددها على يسار عبد الله المعيوف كان ممكن تكون أصعب، ولكنه اختار القوة. عبد الله كان واثق في نفسه، متمركز، وطلع الكرة بشكل جدا ممتاز، أهنيه على ثقته في نفسه وعلى تمركزه. نعم. في المقابل مبروك زايد انفرد فيه عماد الحوسني، نعرف ان عماد الحوسني مهاجم يعني لا يضيع الهجمات. صحيح. ولكن مبروك زايد اتخذ القرار بتقليل المسافة وتقريبها، اتخذ يعني قرار جدا مناسب، وكانت ردة فعله جدا مناسبة، حتى بعد ما ارتدت الكرة ايضا كان مبروك زايد جاهز لو ارتدت من لاعب الاخر بسرعة، هو يعني قام من مكانه. جميل. اعتقد ان الخبرة فادت كثير. طيب. مبروك زايد. طيب في هذه كابتن الكرة. كابتن يعني خلينا نتكلم عن الجاهزية البدنية، يعني المعيوف كان وزنه زايد ولا أنا يتهيالي؟
انا اعتقد انه انا اخالفك في هذا الموضوع. انا اعتقد انه عبد الله معيوف صورة قريبة يا شباب كان اكثر نشاط كان اكثر نشاطا من مبروك زايد. كان يشارك اكثر زي ما تكلمت انا عن موضوع الليبرو. كان هو قريب من المدافعين فريقه. نعرف الان في الكره الحديثه اللاعبين المدافعين ما يلعبون، ما في ليبرو، واحد متاخر واحد متقدم، اصبحوا يلعبون على خط واحد، وحارس المرمى هو من يقوم بدور الليبرو. انا وجدت ان عبد الله المعيوف خلال المباراه يمكن ما في هجمات كثيره بينت هالموضوع لانه كانوا المدافعين متراجعين شوي، ولكن حسيت انه عبد الله معيوف اكثر تفاعلا من مبروك زايد. رغم انك تقول زايد وزنه ما لاحظت هالزيادة كثير. انا ما اقول زايد، وريتك اللقطه اللي تو. شكرا كابتن تركي العواد استاذ الاعلام الحالي لاعب كره القدم السابق. شكرا كابتن. وهذه الوقفه الاخيره، بعدها نتابع في المرمى ونقول ماذا يفعل نواف بن فيصل على يوتيوب، وهل وجد برنامجه متابعين؟